فكرة فمشروع فمؤسسة ناشئة، هو ملخص مسيرة سامي عليوش، شاب فضل خوض تجربة المقاولة بإطلاق موقع تسوق إلكتروني يقدم خدمات وعروض خاصة بالطلبة. المشروع عرف النور في الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله ليخوض سامي التجربة مع فريقه. كان كاين حاضنات، كان كاين خبراء، كان كاين شباب عندهم افكار، لكن كان توجور كاين لو مونك تاع لو فينونسمون. نشوفوا انه كاين الطريقه الكلاسيكيه اللي هي اونساج، لكن ما تخرج على المشاريع المبتكره. نشوفوا انه لو فون ستارت اب اللي جا اليوم راح يكون حل لهدايا. لو فون ستارت اب يعني راح تكون كاين استثمار في الشركات، استثمار في الافكار، وهذا راح كيما يقولوا يعطي دفعه نوعيه لاصحاب الافكار واصحاب المشاريع. امين بدوره سلك الدرب نفسه في مجال المقاوله، من صاحب فكره مشروع الى مسير فرع بحضيره سيدي عبد الله، يسعى من موقعه تطوير الرقمنه في الجزائر. إلي كلار كو مؤسسة بالشري عند مؤسسة ناشئة تكون ضمانة إلا إيتي فينونسي باغ أن فون بوبليك، دونك كيلكو باغ سي با كيلكو شوز يعني سي با أن بوتي برودوي ولا سافدير داروا ثقة فيه ومولوه، يعني تكون أون سارتان غارونتي. هو المشكل اللي كان من قبل في لي ديسبوزيتيف اللي كانوا من قبل سي كو هادو ما كانوا يمولوا لا برودكسيون، يعني واحد صاحب مشروع اللي يحب يخرج تطبيق هاتفي زعما للنقل ولا للبيع ما يسحقش دي زوتي دو برودكسيون با بي سي بورتابل تاعو في القهوه تاع حومتو يقدر يلونسي اون ابلي. المشكل كان في التسويق. اكثر من 500 مشروع رافقته الحظيره التكنولوجيه لسيدي عبد الله من خلال حاضنتها المستحدثه في 2010، والتي ترافق مثل هذه المشاريع بهدف تجاوز العثرات والاستفاده من الاخطاء السابقه. عندنا اكثر من 500 مشروع وحامل مشروع ont été accompagnés et formés et coachés la création et la gestion de leur start-up et de leur entreprise. Donc on fait aussi l'accompagnement les autres incubateurs, donc Sidi Abdallah, Bourj Bouareri, Jbel Abbas, Warren. وفي الوقت الحالي عندنا اكثر من 100 حامل مشروع ومؤسسه ناشئه sur les 4 incubateurs, donc le réseau d'incubateurs de l'agence. تأثير ومرافقة المشاريع من خلال إعطاء الفرصة لحامليها لتجسيد أفكارهم المبتكرة حلقة أساسية لإطلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات.